لسه كمان عايز اكلمك في اخر نقطه عشان بعد كده هنروح لملف البريمير ليج. محمد صلاح والارقام القياسيه اللي بيحققها من خلال اهداف ومن خلال الاسيست، النهارده بتتكلم على 13 هدف، 13 هدف في 12 تقريبا في 12 مباراه. بتتكلم كمان على، خلينا نتكلم على الدور المهم. يمكن كان معانا مداخله من البرازيل احد اللاعبين المعتزلين وقال ما يبقى لمحمد صلاح انه تحقيق بطوله مع منتخبه، وبالتالي هتكتمل الحلقه ويكون محمد صلاح ما حدش يقدر يعني يجادل في ان هو افضل لاعب في العالم. يعني شايف ان شاء الله دور محمد صلاح ومنتخب مصر في بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله قريبه جدا. كل الامال عليه، كل الامال على محمد صلاح. لو هنيجي نحط التشكيله، احنا بنحط محمد صلاح وال10 لعيبه التانيين، فبالتالي طبعا حصوله على كاس امم افريقيا ومساعدته على وصوله في كاس العالم لا تنقله نقله تانية خالص في مناقشه بتاعت افضل لاعب في العالم. طبعا بنتكلم على مستويات في البريمير ليج، لا هو افضل لاعب في العالم دلوقتي لو هنتكلم في الكوره، لكن منتخبات هو لسه محتاج سنه كمان مع المنتخب. اظن لو كاس الامم الافريقيه قدر ان هو يتحدى كل المنتخبات، بنتكلم على ساديو ماني في السنغال، بنتكلم على رياض محرز في الجزائر، بنتكلم على حكيم زياش في المغرب، قدر ان هو يتغلب على كل الصعاب دي ويقود منتخب مصر فوز بكاس الامم الافريقيه، نقله ثانيه خالص في حديثنا عن محمد صلاح. خلاص يثبت نفسه كافضل، كاحد، لا مش كاحد كمان، هو كافضل لاعب العالم في الوقت الحالي. صحيح، كمان على مستوى لسه مع البالندور. وعايز اقول لحضراتكم قبل ما ننتقل لملف البريمير ليج والدوري الانجليزي، مجله بيلد سايتونج اكبر المجلات الرياضيه في المانيا، كانت ليها عنوان كبير جدا جدا هقراه لحضراتكم. يمكن حاطين في المقدمه بيتكلموا فاغوم فايدا ميسي، يعني ليه تاني ميسي، يعني سؤال كده بيطرحوه، تاني ميسي، وكاتبين اسكندال يعني فضيحه في باريس. وطبعا يمكن نشوف الصوره مع بعض دلوقتي. بالظبط كده مكتوب فاغوم فيدا ميسي، يعني ميسي ليه تاني، وسكاندال بايل بالاندور، ده طبعا فضيحه في حفل البالاندور، ليفاندوفسكي نورد سفايتا، يعني ليفاندوفسكي بس رقم اثنين. فعايز اقول لك ان ردود الافعال وخاصه في المانيا، ردود افعال غاضبه جدا جدا على مستوى الصحافه، على مستوى المسؤولين. يمكن كمان لوتا ماتيوس طبعا الاسطوره الالمانيه طلع وهاجم هذا الحفل بشدة، وقال هذا الحفل لا ينم عن مصداقية فعلا لكرة القدم الحقيقية. كمان بنتكلم على توني كروس، طبعا لاعب طبعا ريال مدريد، قال هذه يعني زي ما بيتكلم فضيحة على مستوى اختيارات أفضل لاعب العالم. ولو في، احنا بنتكلم عن محمد صلاح اتظلم، بنتكلم عن جورجينيو اتظلم، ومفيش حد اتظلم قد ليفاندوفسكي الحقيقة. صحيح، لأن السنة اللي هو تألق فيها وانفجر ما خدش الجائزة، والسنة دي برضه مقدم مستويات تشفع له، فيجي ميسي كنوع من التكريم على نهاية مسيرته ياخد الجائزة، فهي بالتالي لا، ظلم حقيقي حقيقي ليفاندوفسكي. وأظن إن عنوان بيلد كان رحيم يعني باللي حصل ده كله. يعني العنوان عجبني لأن بيقول يعني بلغتنا كده تاني ميسي، يعني تاني ميسي. وزي ما بقول لك يعني هذه الجائزة مش عملية تكريم لنجم كبير، ميسي أنا من يعني من عشاق ميسي ما فيش شك، وناس كتيرة جدا جدا، ولكن إنك تتغاضى عن حق واضح جدا ليفاندوفسكي وتعطيه لميسي لمجرد إنه خد بطولة كوب أمريكا، اللي في اعتقاد ناس كتير إنها ما كانتش بالقوة. صحيح، فزي ما بقولك أنا أتوقع إن ذا بيست تكون فيها نوع من الإنصاف شوية، سواء لليفاندوفسكي سواء لمحمد صلاح سواء لجورجينيو، يبقى فيها المعايير اكثر تماسكا والتصويت اكثر يعني انصافا للعيبه دي. ان شاء الله نجمنا الكبير محمد صلاح في حاله ان شاء الله باذن الله التواصل في هذا المستوى، مع ان شاء الله نتيجه طيبه في امم افريقيا مع منتخب مصر، وصلنا لكاس العالم. احنا بنقول من دلوقتي هو ان شاء الله محمد صلاح هو الحاصل على البالندور ل 21 22.